وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. طبعا بداية نتعرف على أبرز أهداف مبادرة برنامج القيمة المحلية في الصناعة تكامل. في البداية نشكر لكم هذه الاستضافة للغالطة على برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة التكامل الذي يأتي ترجمة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقياس مدى مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني. نعم. ويهدف البرنامج إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للأسواق المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي إضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات ومشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة. نعم، إذن سعادة الوزير كيف سوف تنعكس هذه المبادرة على تعزيز وتطوير قطاع الصناعة، خاصة وأن هناك استراتيجية تعنى بقطاع الصناعة وهي استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026؟ نعم تأكيد الهدف من هذه المبادرة تطوير وتعزيز القطاع ككل فبإعطاء الأولوية للصناعات والمناقصات الحكومية بنسبة 10% سيكون بإمكاننا توطين الصناعة. نعم. ما يعني تزايد الطلب على بعض المنتجات والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الصادرات وغيرها، وكل هذا كما ذكرت يتماشى بشكل كبير مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. وكما تم الإعلان بالأمس أن عناصر احتساب القيمة المحلية المضافة تأخذ في عين الاعتبار العديد من العناصر اللي تؤدي إلى تنمية شاملة الأبعاد مثل المنتجات والخدمات المحلية والراتب المدفوع للمواطن البحريني والتدريب والتطوير والإنفاق على تطوير الموردين. نعم. وأخيرا البحث والتطوير. نعم، إذن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك. تكامل برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وبموجبه تحصل الشركات والمنشآت على شهادة القيمة المحلية المضافة لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية. ومن المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وسيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%. وللحصول على الشهادة يجب على المصنع أن يتقدم لإحدى شركات الترقيق المعتمدة في مملكة البحرين والتي يتم اعتمادها من وزارة الصناعة والتجارة لتوثيق حسابات ICV، ثم تقديم التقرير الموثق إلى الوزارة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، لتقوم الوزارة بالتأكيد من استيفاء جميع المتطلبات وإصدار شهادة القيمة المحلية المضافة.